سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو نهار اليوم راح نوري لكم مجموعه من الهدايا اللي وصلتني من فرنسا. بون نبدا بلي زاكسسوار. بعثوا لي هذه المجموعه تاع لي كولي، كما راكم تشوفوا فيها 8، فيها لي موتيف مختلفين كما راكم تشوفوا، هذيك النجمه وهذاك القوس وهذوك لي بيرل اتسيتيرا. جايين سامبل تاع كل يوم يتلبسوا نورمال. الحاجه الزوجه بعثوا لي هذه لي كولي في الدوري، فيها 6 تاني اشكال مختلفة وكيوت، سامبل تاني تاع كل يوم. فوالا نفس لا مارك هما والاخرين. فوالا كاين هادو 6 وهادو 8. هايلين. جابوا لي تاني هاد البارفو تاع لابتيت لولا، دوك نفتحها ونوريها لكم كيفاش دايره. بون انا ديجا فتحتها وشميت لودور تاعها وعجبتني. بون دوك نوريها لكم كيفاش تجي دايره من الداخل. بون هاي لي كيفاش تجي من الداخل، سامبل وريحه تاعها شابه. هلا ريحه تاعها تهبل. جابوا لي هاد الشامبو، هلا ماكو تشوفوا، يعني 250 ml. فوالا شوفوا كيفاش دايره جميع انواع الشعر. جابوا لي تاني دو شامبو واحد اخرين هكا، هذا تاع جليس وهذا واحد اخر تاني. جابوا لي صابونه تاع دوف غنية عن التعريف، هذه لابد يجيبوها لك، ريحة تاعها هايلة بزاف بزاف. جابوا لي كريم داي كريم، يعني كريم يومي للترطيب تاع فيتامين بي 3، جو بونس نياسيناميد. فوالا فيتامين بي 3 اس بي اف 30، يعني حماية من الشمس 30%، داي كريم و ادغاتون يعني للترطيب، فيه 50 ml. جاي بيض سامبل، لودور تاعو شابة زاكية كيما قالت لك نور مرت وليد تاع الصومي وليد. شوفوا كي ديروه في البشرة. بون انا بما اني شريت المنتجات تاع اورديناري لوجهي راح نديرو هذا، نجرب نديرو ليديا ونشوف النتيجة تاعو. الا لقيت نتيجة راني ندير لكم عليه فيديو. ريحتو شحال شابة. فوالا جابوا لي هاد الصابونه اللي مخدومه من مكونات طبيعيه، جو بونس مشهوره عندهم في فرنسا، بس رحت نحوس عليها باش نفهم من واش مخدومه ولواش. هي لقيت كاع الفيديوهات عليها بالفرنسي. فوالا كيفاش تجي دايره من الداخل، والريحه تاعها من الريحه تاعها تبان مخدومه بمواد طبيعيه. كما راكم تشوفوا هنايا راهم دايرين 98% من المكونات تاعها مواد طبيعيه. فوالا نسيوها نشوفوها واش تصلح ونسيوها نغسلو بها، واذا لقينا نتيجه بيان سور نقول لكم عليها في فيديوهات قادمه ان شاء الله. وجابوا لي الشوكولا. بون الشوكولا جابوا لنا اكثر من هكذا، كليناها، هذه اللي بقات زعما قدرت نصورها لكم. الشوكولا هذه شوفوا كيف دايره من الداخل، جاي هكذا وتجي فيها واحد لي كابسول ولا جو سي با كيفاش يقولوا هكا، وتجي الحبة هكا لداخل وتخرجو هكا. وش هي طيبة، الكو تاعها تاع الفليو. فوالا هي شوكولا بصح كي تاكلوها الكو تاعها في الوسط كلش فليو. شوفو كيفاش تجي دايرة. يعني فرنسا هادو الفرنسيين يتفنوا في هاد الانواع، قطع الشوكولا كل باك كل نوعيه تاع الشوكولا واش يديروا لها الباكاجينغ دائما يفاجئوك. وحنا ضارين يجيبوا لنا هذوك لي بواط الكبار، هذوك اللي يجي فيهم داك ديك الفوتو تاع الشونزيليزي ايتو. هاد المره نو جابوا لنا غير هادو نورمال. يعجبوك لي برودوي تاع فرنسا كيما في الباكاجين كيما تلقاوها لداخل. الشوكولا صح كي تاكلوها تصبها كيما هكا دايره من الداخل، هذاك فيها الفليو ومن برا شوكولا، وصح دايرينها في هذاك الساشي هكا صغير ولا كابسول. يا ترى هذا الرمز تاع الضيف تاعها واش يقصدوا به؟ ما تقولوا ليش خادمينها من صوالحها. اللي في بالي بالكم.
كما كتشوفوا هذا هو الباكاجينغ تاعها، وهذا رمز الطيف تاع يفتح الشهية. بون هذا وجابوا لي من فرنسا، نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. ان شاء الله خطرة اخرى يجيبوا لي اكثر من هكا ونوري لكم. فوالا هادو حوايج بسيطين جابوهم لنا في اخر دقيقة اتسترا. شكرا على المشاهدة والى اللقاء.